يستأنف فريق الوداد الرياضي يوم ثلاثاء تدريبه استعدادا لمواجهة المغرب التطواني لكرة القدم لحساب الدور 16 من مسابقة كأس العرش. وسيعود الوداد الرياضي إلى أجواء التدريب بعد استفادة لاعبين من يومي راحة عقب الإقصاء من مسابقة كأس العالم للأندية أمام الهلال السعودي. وانهزم الوداد يوم السبت الماضي أمام الهلال السعودي في الربع النهائي لكأس العالم للأندية بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل هدف لمثله. ومن المنتظر أن يواجه فريق الوداد الرياضي منافسه المغرب التطواني يوم الجمعة القادم في انتظار تحديد ملعب وتوقيت المباراة.